ايه خلاص بقى هاش تحكي، مالك شايفني عم بحكي انا واختي؟ ايه بسم الله عليك اخي، عليك حالة تخبرني مع مين عم تحكي؟ قادر فيه هذا عز اصحابي، شو عم تساليني؟ شو هالسؤال هذا؟ يو مين رفيقك وما رفيقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص خلاص قوم لجوا، قوم هسا عم بحكي انا واختي. خلاص قوم قوم، الله يرضى عليك، قوم بعدين بحكي انا. بعدين من شري ما خلو. لك اخي مع مين عم تحكي؟ مين رفيقك وما رفيقك؟ لك هذا لا 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 يا اختي، لا شوي لحظه بس، لحظه بس. ساعدك بشي اخي؟ لا لا اختي، لا حافظ البيت منيح. يسلم ايديك، شكرا. شوفي اخي ليش قمت لهوني؟ خدي اختي، خدي خدي من ايدي هالحجر، خدي. يهولك اخي هذا الحجر كتير غالي، منين جبته؟ ايه هذا جابولي يا رفقاتي حبيبه قلبي، ليكي الله يرضى عليكي، هذا الحجر كتير غالي، روحي بيعيه واستفيدي منه. بس اوعك اوعك جوزك حط عينه عليه وتقولي له عنه، لانه جوزك طماع بياخده. ايه تقبلني، بس قلي منين جبته؟ لك قلت لك رفقاتي جابولي، يا رفقاتي بيخافوا علي بيحبوني كتير. لا عزيزي رب الفلاح، بس بيقلي رفقاتي وما رفقاتي. قومي يا اختي، قومي روحي على بيتك، يلا وظبطي حالك وروحي بيعي لهذا الحجر، يلا الله معك. كتر خيرك يا اخي. لا قومي 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 من هون، شو قومت للزلمه مشان تعدي انت؟ قومي روحي يلا. قايمه اخي قايمه. لطيف، انت متاكده خديجه؟ والله مالي عم صدق عيوني. لك ليكون اخوك عمل طش من شي حدا؟ لا لا اكيد عم يخاتل علينا، هالرفقات وقال لك شو يلطش وما يلطش يا رجال. اخي ضرير لا طلع ولا فوته، طول النهار وقاعد بهالبيت. بس فكرك انه انا الفار مصاري لعب بيعبي؟ اه والله ما بعرف، بس في شيء ما بتصدق. مين هذول اللي عم يجوا لعندن منه؟ وليش عم يجوا لعندن منه خص نص؟ هلا المهم بتروح بتشوف لك شيء صاغاتي، شيء حدا بيفهم بالحجاره وما بتبيعه شلون ما كان لانه شكله غالي. والله هذا الحجر غالي ونادر وبده واحد ابن حرام يشتريه. بس انت كامل قل لي من وين جايبوه؟ بلا لف ودوران. لك ليش لحتى لف ودور؟ قلت لك كان لعمي الله يرحمه. ايه الله يرحمه، بس اللي بعرفه انه عمك منتوف واهل الخير وقت دفنوه على حسابهم، يعني لو معه هيك حجر كان عاش طول عمره منتوف. معك حق، عمي كان بخيل شوي، وهذا الحجر حتى اهل بيته ما كانوا بيعرفوا عنه شيء، لو ما بالصدفه مرتي هي عم تنظف البيت لقته ما كان حتى بين. بجوز، الله اعلم، الله يرحمه سيدي. هلا المهم بدك تلاقي لي حدا يشتريه ولا لا؟ رح اخذك معي عند ابو ناصر. مين هذا ابو ناصر؟ طمنا عمي ابو ناصر، شو طلع معاه؟ هذا الحجر اصلي وغالي كثير، بس بده شغل خير الله لحتى تبين قيمته. ما فهمت، يعني عمي ابو ناصر هذا الحجر شو بيسوى؟ هلا اذا بدكم تبيعوه انا بشتري منكم بنص حقه. وليش بقى؟ عمي هذا اللي عندي، حبكم بيعوني اياه، ما حبكم روحوا بيعوه لغيري. هيك لا لا طول بالك لك عمي، شو بدنا لك كامل؟ خلينا نفهم من عمك ابو ناصر الكبير شو السيره. اسمع شو السيره، هذا الحجر جاي من بلاد العصم الله مو من عنا، هذا مو موجود غير هنيك، وهذا ما بيلتقى غير عند الامراء وعند السلاطين، وما حدا بيتاجر فيه غير التجار الكبار كتير كتير كتير. بقى لا تسلبوه علي، تقولوا لي جايبينه من عند عمي ومن عند خالي.
أنا قلت لك اللي عندي. بس عمي الله يرحمه من وين جايبه؟ الله أعلم. سكر لي عالسيري. لا تقلي بقى عمي، إذا سمعوكم جماعة الكراكون رح يشحطوكم شحط لهنيك ويسألوكم منين جايبينه هذا يا؟ قلي منين جايبينه؟ لا خلا يا عمي، نحن لا بدنا نروح ولا بدنا نجي. أنت يا عمي أبو ناصر يعني للآخر قد بدك تدفعنا فيه؟ 5 عصماليات ذهب. مالي مصدق حالي، 5 عصماليات ذهب. لك كامل، الأهم من 5 عصماليات أنك تروح ترجع تفوت على بيت عمك، لأنه اللي مخبي حجر أكيد عنده حجر ثاني وثالث، وهيك لحق على 5 عصماليات من هون وخمس عصماليات من هون. والله جبتها وهو هيك. يهولك أخي، عشو كل هالضحك هاد؟ ولك كان راح فيها الرجال. الله يسامحك يا أختي، والله بعرف عقلك أكبر من هيك. يعني أنت من كل عقلك مصدقة أنه أنا عندي رفقات ما بينشافوا بالعين؟ لك أنا ضرير، أنتم مو شايفكن مش عشوف رفقاتي. أنا ما عندي غير رفيق واحد من بعدك يا أختي، هو المختار، الله يخلينا إياه ويطول بعمره. طول عمرك. طبعا احنا هي الشغلة كلياتها عملناها مشان علمك يا صهري انه الطمع ضر ما نفع. آمنا وصدقنا انه كل شيء عملته لعبة. طيب وال5 عصماليات اللي بعنا فيهم الحجر؟ نحن متفقين مع ابو ناصر ورفيقك سمير. مزبوط، ونحن قلنا له لسمير انه يلعب بعقلاتك مشان تسرق هذا البيت. وبالنسبة لال5 ليرات هدول بتعتبرهم هدية مني لأختي، لأنه أختي الله يرضى عليها بتخدمني وما بتأخذ مني مقابل. دبر قلبي. الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان يا ابن حماي. المهم أنك تكون تعلمت. الله يخلينا المختار. طويل عمرك. ولا يهمك صاري، ولا يهمك.